السلام عليكم ومرحبا بكم في انا طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على تاكوس بالكفته وبصدر ديال الدجاج، كيجي لذيذ بزاف وبعجين اللي خفيف ودغيا كيوجد ناجح مليون في المئه. كيف كتشوفوا معايا، هذا هو العجين اللي حضرته في المنزل وهذا هو التاكوس ديالنا من الداخل كيفاش يجي. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم، خليكم تتابعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. غادي نبداو على البركه ديال اول حاجه بالعجين اللي غادي نحتاج فيه. عندي 500 غرام ديال الفورس، غادي نزيد عليه، غادي ندير جميع المكونات في مره واحده باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي ندير فيه واحد معلقه صغيره ديال الملحه، غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده، غادي ندير واحد الخماره فيها 8 غرام، هانتوما فيها 8 غرام ديال الخماره. وغادي ندير واحد معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الزبده. صافي هادو هما المكونات اللي كنحتاج. انتم راه عامره مزيان هاد المعلقه ديال صافي. وغادي نعجنها غير بالماء عادي من الروبيني، كنجمعها مزيان، كنحاول ندلكها واحد شويه ونخليها قاصحه شويه، وديك الساعه غادي نشكلها. بسم الله، غادي نجمعها بالماء. هانتوما من بعد ما جمعتها كيف كتشوفوا، دابا غادي نحاول ندلكها. حطيتها هنا باش ندلكها مزيان. صافي من بعد ما عجنت العجينه ديالي ودلكتها، ما دلكتهاش بزاف غير شويه وصافي، غادي نشكلها كرات حجم اللي بغيتو، يعني نتوما قداش بغيتو الطاكوس ديالكم يكون. حيت دابا هادي راه واخا كيفاش تسرحوا راه تولي كبيره. صافي من بعد ما شكلت العجينه كيف كتشوفوا هنا، راه درت 9 ديال الكرات، 8 كبار درت فيهم عبرتهم، كل وحده فيها 110 غرام وواحده صغيره، حيت انا غادي نديرهم كبار شي شويه. صافي غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا، ونمشيو نوجدو البطاطا نقطعوها، نوجدو الكفته. انا غادي نديرهم بالكفته والدجاج، الصدر ديال الدجاج. صافي من بعد ما خليت العجينه ديالي كترتاح، غادي ندوز نوجد الحشوه واخا تبرد، حيت اصلا فاش غنديروها في الاله ديال البانيني غادي تسخن. غادي ناخذو هنا عندي صدر ديال الدجاج اولا ديال لاداند اللي متوفر عندكم، حطيتو هكا طريفات صغيورين. عندي كذلك هنا واحد بصله صغيره اولا متوسطه شلطتها بحال هكا، غادي نزيد عليها واحد 250 غرام ديال الكفته. الكفته ما فيهاش العطريه. غادي نزيد زيت الزيتون، غادي نديرو مع الدجاج ونديرو مع الكفته. ممكن تشحروا بصله بوحدها تضيفوا ليها الدجاج، انا غادي ندير كلشي في مره واحده. غادي ندير الملحه، نديرها مع الكفته، نديرها مع الدجاج. غادي ندير شويه صوص صوجا مع الدجاج بوحدو، شويه ما غاديش نكثر. غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال الموطارد، متكونش عامره حيت ما عنديش كميه دجاج كثيره. هانتوما غادي نضيف واحد شويه الحامض المعصور غير على الدجاج كفته لا شويه ما نكثروش. غادي ندير التوابل، شويه القزبر يابس مطحون، سكنجبير،
كنكثر في الدجاج شويه ديال سكنجبير، الكفته ما كنكثرش فيها. غادي ندير شويه البزار، خرقهم بلدي، وشويه ديال التحميره باش تعطينا داك اللون. غادي ندير شويه ديال بهارات الشاورما الخاصه بالدجاج، الا ما عندكمش ممكن تكتفيو غير بهاد العطريه اللي عطيتكم. غادي نديرها مع الدجاج، ما غاديش نكثرها، واحد شويه. وهنا عندي بهارات خاصه بالشاورما ديال اللحم، غادي نديرها مع الكفته، حتى هي اللي ما عندكمش ممكن تكتفيو غير بالعطريه اللي درنا في الاول. غادي نزيد شويه بودره الثومه اختياريه، ممكن ما ديروهاش، ممكن تشدو غير فص ديال الثومه تحكوها مع الدجاج. وشويه بودره البصله غادي نديرها غير مع الدجاج صافي، حيت ما درناش معاه البصله، اما هذا ما غاديش ندير معاه. صافي دابا انا درتهم فوق البوطه، غادي نبقى نحرك فيهم حتى كيطيبوا. وهي الحشوه ديالنا كتكون واجده. صافي دابا من بعد ما وجدت الدجاج والكفته، غادي ندوز نوجد الفريت. بالنسبه للفريت كنقطعو كنغسلوه مزيان وكنخليه مرقد في الماء واحد 10 دقائق بحال هكاك، وكنصفيه وكندير فيه شويه ديال دقيق الفورص بحال هكا. هكا ما كيجيكش شارب بالزيت نهائيا، حتى في يعني فاش تكونوا تاكلوا الفريت عادي بلا طاكوس يعني ديروا ليه الطريقه، راه كيجي زوين. والملحه ما ديروش في الاول، خليوه حتى كيطيب ورشوا عليه شويه الملحه وصافي. دابا غادي ندير ليه بحال هكا، الزيت درتو كيسخن مزيان وغادي نقليه باش ما يجيناش شارب الزيت. صافي كيف كتشوفوا معايا، دابا من بعد ما داك الفريت كيتقلى غادي نرش شويه ديال الدقيق. غادي ندير هاد المقله هادي تسخن، ممكن ديرو غير في المقله العاديه، المقله ديال المسمن اولا شي مقله عندكم ممكن ديرو فيها. وغادي ناخذ عجينه اولا كره وغادي نسرحها بالمدلك تكون رقيقه، نرش شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا في المدلك صافي. وغادي نسرحها بشكل دائري. دابا من بعد ما سرحت العجينه ديالي راه كتكون رقيقه بزاف، هانتوما شفتو هنا المقله ديالي راه سخنات. غادي نديرها وكم نقلب فيها، نقلب فيها حتى كتحمر، ماشي تتحمر بزاف غير شويه بعدا تتشد واحد اللون ونحيدوها، حيت هي فاش غنديروها في الاله ديال البانيني غادي تطيب اكثر. صافي البنات انا راه رجعت وليت كنطيب هذه ديال المقله الطعيله ديال المسمن، هاد الاخرى ما عجبتنيش صراحه، ما عجبنيش في الطياب ديالو. ومهم انا كنقلب بحال هكا حتى كتبان ليا تحمرات شويه بحال هكا، عيطات محمرين صافي كنحيدهم مره مره، ندور هكا باش يتحمروا ليا من الجناب كاملين. هي الغرض ديالنا هو انها تشد راسها وصافي، ومشي بالضروره تنفخ، هانتوما شفتوا. صافي دابا من بعد ما وجدت كلشي يعني كلشي طيبته كلشي واجد، هما العجين اولا العيش ديال الطاكوس، هانتوما كيفاش كيجي، كيجي خفيف غير هو غطيوه، من الافضل انكم ديروه في شي سربيته وديروه في شي بلاستيكه باش ترجع ليه ديك السخونيه، واخا يكون قاصح في المقله ترجع ليه ديك السخونيه وكيرطاب. هانتوما شفتوا، شوفوا كيفاش كيجي.
دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ غنوريكم وحده كيفاش غنصايبها. الصوص اللي اختاريت انا اختاريت هاد الصوص تشيزي ايزي ديال بمذاق الفرماج كيف كتشوفوا. وعندي هاد الصوص ساموراي بالحار يعني حاره شويه. نتوما الا ما عندكمش هاد لي صوص هادو ممكن ديروا غير شويه ديال الموطارد، ديروا مع شويه الكاتشوب وشويه ديال المايونيز هو اللي دهنوا به، يعني ماشي بالضروره يكون عندكم هاد الصوص هادو. دابا غادي ندير شويه ديال الصوص هذا تيكون حار شويه، ما غاديش نكثر منه. وغادي ندير هاد الصوص بنكهه الفرماج. كيف كتعرفوا راه طاكوس يكون عامر بلي صوص، داكشي علاش انا غادي نكثر غير شويه. ندهن بحال هكا كنخلطهم. هذاك المذاق ديال الحار ما كيجيش باين بزاف، حيت هاد الصوص هادي راها حاره، هاد الصوص ساموراي راها حاره. الا ضفتوا ليها الا ممكن ديروها هي بوحدها، ممكن ديروا الصوص ديال الفرماج بوحدو، يعني اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. غادي ندير دابا شويه ديال شويه الكفته هي الاولى. دابا بما اننا حنا في هاد الحاله هذه، يعني الدراري غادي يكونوا تحشوا طاكوس ديال الزنقه، من الاحسن تصيبوهم ليهم، كيجي يعني عامر وكيجي بنين بزاف احسن من ديال الزنقه بألف مره. غادي ندير شويه ديال الدجاج. وغندير شويه فريت تاجي نكثر لك فريت. تحركتي شتي وقعت من المقلة. بالنسبه للفريت ما درتش فيها الملحه، حيت هاد لي صوص راهم مالحين، الكفته مالحه، كلشي مالح، نقصوا شويه ديال الملحه. غادي ندير واحد شويه الفريت كثرت. غادي ندير جبن ديال الساندويتشات. غادي ندير وحيده بحال هكا وكنطوي. بسم الله هذا راه درتو عامر، يعني كل واحد واحد ديالو. بارك الله يجعل شي بركه. غندير معاه واحد العصير. وغادي نديرو غادي نديرو في الاله ديال البانيني. هيدي سجل باش اللي صيبتو نبريزي، حيت انا عندي هاد الاله البانيني صغيره ما كبيراش، داكشي علاش غادي ندير في مره واحده. اللي صيبتو ندير وصافي غادي نستمر. صافي دابا قربت نسالي باكليه غير وحده. هنا تنديرهم في بابي الومنيوم باش يبقاو ليا شادين سخونيه، حيت ما غادي نجي نطيبهم كاملين حتى غادي يبردوا. وما انا غادي نقطع معكم حتى تشوفوها كيف كتجي. ثم راه كنخليها حتى كتحمر شويه بحال هكا. هانتوما الطاكوس ديالنا كيفاش يجي، كيجي بنين. وهنا غادي نقول لكم نخليكم في امان الله، ونطلعوا ان شاء الله في وصفه جديده مع وصفات جداد ان شاء الله.